اسم الشهيد رائد محمد جمال أبو حليقة استشهد أثناء التصدي لهجوم غادر على مديرية أمن المنيا في 4 يوليو لعام 2013، ويتسلم التكريم والده المستشار جمال علي أبو حليقة ووالدته الأستاذة أمال أحمد سرحان. دكتور ماركو يوسف زكي حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الصيدلانية من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، وهو أول مصري وعربي إفريقي يحصل على جائزة نيوتن الدولية عن مشروعه البحثي عن علاج سرطان الكبد. وجهت نصف قيمة الجائزة لإنشاء معمل أبحاث النيل يستطيع بكلية الصيدلة جامعة المنيا. الأستاذة نورة محسن مؤسسة مشروع خلت العيال لتقديم خدمات مجالسة الأطفال ورعاية وتنمية مهاراتهم، ويعمل معها 45 فتاة وسيدة. الموسيقار الراحل عمار الشريعي أول من عرب آلة الأورج ذات الأصل الغربي، وقدم العديد من الأعمال الفنية ذات الصبغة الاجتماعية والسياسية التي حركت وجدان الشعب المصري والشعوب العربية، ويتسلم عنه التكريم ابن المهندس مراد عمار الشريعي. دكتور ضياء عوض أبو العطا أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا حائز على الجائزة الأولى لتصميم ميادين العاصمة الإدارية، وقام بتنفيذ أعمال فنية عديدة بميادين مصر، كما ساهم في تنفيذ حفل افتتاح طريق الكباش، بالإضافة إلى مشاركة نحتية في حفل نقل المومياوات وقمة المناخ. الأستاذة أماني فولي عبد الجابر صاحبة مشروع سحر الطبيعة الذي يقدم منتجات غذائية من نبات المورينجا، صنف المشروع ضمن أفضل المشروعات على مستوى محافظة المنيا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كما حصلت على جائزة أفضل منتج غذائي مبتكر من النباتات الطبية في مهرجان النباتات الطبية والعطرية.
السيدة مريم رؤوف فؤاد أم مينا نموذج ملهم للمرأة الصعيدية المكافحة، رفضت أي مساعدات مادية بعد وفاة زوجها وعملت بمهنة الجزارة من أجل تلبية احتياجات أبنائها. كابتن محمد أنور حسنين اللاعب الوحيد على مستوى الصعيد الذي يمثل مصر في لعبتين جماعيتين في المحافل الدولية حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري لكرة اليد والسلة على كرسي متحرك، وحصل على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لكرة السلة بعد غياب 24 عام، وفاز بالمركز الثاني في كأس العالم على الكراسي المتحركة. الأستاذة هناء حامد أحمد مديرة مدرسة المتفوقين بالمنيا نموذج متميز في الإخلاص والتفاني في الارتقاء بتعليم طلبة المدرسة، وساهمت في إحداث تغيير إيجابي في حياة الطلبة.